الحمد لله، الحمد لله السميع العليم القريب المجيب، يعطي السائلين ويجبر المنكسرين ويجيب دعاء الداعين. نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار التائبين المنيبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب رؤوف رحيم قريب من عباده المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه حتى تلقوه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. عباد الله، إن شهركم هذا قد اقترب تمامه، وتصرمت لياليه الفاضلة وأيامه، فمهلاً رمضان. لقد آذن رمضان بالرحيل، ولقد خصكم الله عز وجل بخصائص، وجعل لكم مزايا، ومنحكم كثيراً من الفضائل. نوع الله جل وعلا العطايا، وها أنتم تدخلون في أفضل ليالي العام على الإطلاق، وتلجون في العشر الأخيرة من رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، حيث كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، يتحرى ليلة القدر خلالها. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره وجد، كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد فيها زيادة على المعتاد. فينبغي على المسلم، أيها الكرام، أيها الصائمون الكرام، ينبغي على المسلم الجد والاجتهاد في عبادة الله تعالى، وألا يضيع ساعات هذه الأيام والليالي في اللهو والعبث والنوم والقيل والقال، أو جوب الأسواق ونحو ذلك، فإن المرء لا يدري لعله لا يدركها مرة أخرى باختطاف هادم اللذات ومفرق الجماعات، فحينئذ يندم حيث لا ينفع الندم. ومن خصائص هذه العشر المباركة أيها الكرام وجود ليلة القدر فيها، وهي ليلة عظيمة. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري في صحيحه. وقد خصَّ الله جل وعلا هذه الليلة بخصائص، ومن هذه الخصائص أن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن جملةً واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفصلًا بحسب الوقائع والأحداث في 23 سنة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص هذه الليلة المباركة وصفها بأنها خيرٌ من ألف شهر في قول الله جل وعلا: ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر. ووصفها الله تبارك وتعالى بأنها ليلةٌ مباركة، قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلةٍ مباركة، أي ليلة القدر. ومن خصائص هذه الليلة العظيمة يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، قال جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح هو جبريل عليه السلام، وقد خصه الله جل وعلا بالذكر لشرفه ولمكانته عليه السلام. ومن خصائص ليلة القدر يغفر الله تبارك وتعالى لمن قامها إيمانًا واحتسابًا ما تقدم من ذنبه. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا
غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إيماناً واحتساباً أي تصديقاً بوعد الله بالثواب عليها، وطلباً للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن خصائص هذه الليلة المباركة، الليلة العظيمة، ليلة القدر، من خصائصها ومن عظمتها أن الله تعالى أنزل في شأنها سورة تتلى إلى يوم القيامة، وذكر فيها شرف هذه الليلة وعظم قدرها. سورة القدر سورة عظيمة تتلى بين دفتي المصحف إلى قيام الساعة. فالعبادة في هذه الليلة أيها الكرام خير من عبادة 83 سنة، 83 سنة، وهذا فضل عظيم، وفيه ترغيب للمسلم وحث له على قيامها وابتغاء وجه الله بذلك. ولذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يلتمس هذه الليلة ويتحراها في العشر وفي أوتار العشر آكد. قال بعض السلف: لو أن الله أخفى ليلة القدر فقام الناس العام كله لأجل إصابة ليلة القدر لما كان ذلك كثيراً. فكيف وقد علمنا بأن ليلة القدر يقيناً في العشر الأواخر من رمضان؟ فيا حسرة ويا خيبة من ضيع هذه الليالي المباركة، وهي ليالي معدودة. جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وقد رجح جمع وكثير من العلماء، رجح أكثر علماء الإسلام أن ليلة القدر تتنقل كل عام وليست ثابتة في ليلة محددة، وإنما أخفى الله تعالى هذه الليلة ليجتهد العباد في طلبها ويجد في العبادة، كما أخفى الله عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة في مثل يومنا هذا. فساعة الإجابة اختلف العلماء في تحديدها في يوم الجمعة حتى يجتهد المسلم في اليوم كله بالدعاء والضراعة إلى الله تبارك وتعالى. عباد الله، ينبغي للمؤمن أن يجتهد في أيام وليالي هذه العشر في الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، قلت يا رسول الله، هذه أم المؤمنين عائشة فقيهة النساء، أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحب والآل، تقول: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ تريد دعاء جامعا محددا تقوله في ليلة القدر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. احفظوا هذا الدعاء وحفظوه لأولادكم ولأزواجكم ولأهليكم، واجتهدوا بتكراره وذكره في ليالي العشر كلها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعلامات أيها الكرام التي تعرف بها ليلة القدر من الأدلة الصحيحة 3 علامات، وهذه العلامات أيها الكرام أصحها لا يعرف إلا بعد انقضائها وبعد انتهاء الليلة. ولذلك عليك أن تجتهد في الليالي كلها، وأن لا تعتمد على العلامات، وأن لا تعتمد على الرؤى والمنامات. فبعض الناس يبث الرسائل ويقول: هناك رؤى تؤكد بأن هذه الليلة هي ليلة القدر. ليس لك شأن بهذه الرؤى، واجتهد في الليالي كلها وسوف تصيبها قطعاً ويقيناً. فمن العلامات التي صحت في ليلة القدر أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، يعني الليلة قد انقضت وانتهت في صبيحة ليلة القدر، ولذلك علينا أن نجتهد قبل ذلك. ومن العلامات أن ليلة القدر
ليلة سمحة، ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. ومن العلامات، وهي العلامة الثالثة، أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى بها فيها، يعني لا يوجد شهب، ليس هناك شهب في ليلة القدر. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. أيها الكرام، فهذه ثلاثة أحاديث في بيان العلامات الدالة على ليلة القدر، وما عداها من العلامات فلا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر كما تقدم أيها الكرام، ينبغي على المسلم أن لا يعتمد على العلامات والقرائن ولا على الرؤى والمنامات، ولكنه يجتهد في الليالي كلها. أيها الصائمون الكرام، اتقوا الله واجتهدوا في هذه الشهر بإحسان أقوالكم وأعمالكم، والله الله، الله الله في الجد، الله الله في الجد والاجتهاد، فإن الخيول العربية الأصيلة يشتد جريها ويزداد عطاؤها إذا شارف السباق على النهاية. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها الصائمون الكرام، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، ومن الأمور التي يستحب للمسلم عملها في هذه العشر المباركة، وهي سنة مأثورة عن رسولنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقد باتت هذه السنة مهجورة في كثير من الأماكن، ألا وهي سنة الاعتكاف، سنة الاعتكاف في المسجد، وسنية الاعتكاف فيه لزيادة فضلها على غيرها من أيام السنة. يسن الاعتكاف، والاعتكاف أيها الكرام كما عرفه العلماء لزوم المسجد للعبادة، وهذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وداوم عليها حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه اعتكف العشر الأول ثم الوسط، ثم أخبرهم أنه كان يلتمس ليلة القدر وأنه أريها في العشر الأواخر، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وتقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، كما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ودخل معتكفه. وقال الأئمة الأربعة رحمهم الله: يدخل المعتكف المسجد قبل غروب الشمس من اليوم العشرين، أي قبل غروب يوم غد السبت، من أراد أن يعتكف، ومن أراد أن يحصل الاعتكاف الكامل للعشر كلها فليدخل لمسجد من المساجد قبل غروب شمس يوم غد، يدخل في مسجد من المساجد ليحصل فضيلة الاعتكاف.
ويسن أيها الكرام ويسن للمعتكف الاشتغال بالطاعات، ويحرم عليه الجماع ومقدماته، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، فعلى المسلم الحصيف ألا يفوت فرصة الاعتكاف. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في فتاوى اللجنة بقولهم: يجوز الاعتكاف ولو ساعة من الزمن، إذا نوى ذلك. ولذلك إذا دخلتم المساجد في العشر الأواخر فانوي الاعتكاف، ولو كنت ستمكث ساعة أو ساعتين فإنه يكتب لك أجر الاعتكاف ولو ساعة. أيها المؤمنون الكرام، صلوا على نبي الرحمة والمرحمة الذي جاء بالسكينة والطمأنينة لأمته. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم تقبَّل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا جميعا لقيام ليلة القدر وإصابة ما فيها من الثواب والأجر. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفك أسرانا وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم إنا نسألك حياة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم بارك في أعمارنا وأرزاقنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله، ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أقر عيوننا بنصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم وفرج همهم في السودان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهرنا، رمضان، واسفع منا فيه بالطاعات ووفقنا فيه للخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.